بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونشرة السادسة تأتيكم من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: أيمن أشرف يجتاز الفحص الطبي وينضم رسميا للأهلي. وصول البطاقة الدولية لأزارو. الأهلي يوافق على انتقال حسام غالي للنصر السعودي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونبدا اول اخبارنا. اعلن النادي الاهلي تعاقده مع ايمن اشرف الظهير الايسر للفريق الاول لكره القدم بنادي سموحه في صفقه انتقال حر خلال فتره انتقالات الصيفيه الحاليه. واجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي خضع له صباح اليوم، وحضر اللاعب الى مقر النادي بالجزيره عصر اليوم، وتم تقديمه لوسائل الاعلام بعد اعلان التعاقد معه لمده 5 مواسم قادمه. وفي أول تصريحاته أعرب أيمن أشرف عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى بيته والتوقيع للأهلي لمدة 5 مواسم، مؤكدا أنه حقق أمنية والدته بارتداء القميص الأحمر مرة أخرى. نذهب لمشاهدة التقرير التالي عن تقديم صفقة أيمن أشرف في النادي الأهلي. بارك فيك، والحمد لله يعني رجعت بيتي تاني، وان شاء الله اعمل حاجات كويسه ان شاء الله مع النادي باذن الله. والله بدايه المفاوضات من بعد شهر واحد كان مع كابتن عصام سراج، وكابتن عصام كلمني وكلم كابتن تامر وبس، وما كانش في مشاكل طبعا في المفاوضات خالص. النادي الاهلي كان مسهل كل حاجه، وطبعا مبسوط جدا ان انا رجعت بيتي تاني. الطلبات العاديه طبعا اللي بتبقى في العقد طبعا، والحمد لله كابتن عصام سراج وقف جنبي في الموضوع دوت وعمل اللي انا كنت طالبه يعني. والله ال4 سنين اللي انا قضيتهم في نادي سموحه، نادي سموحه نادي محترم، نادي كبير مش نادي صغير. اعتقد ان انا اكتسبت خبره واتعلمت حاجات كتيره في ال4 سنين دول. فبالنسبه لي يعني لما تعلمت حاجات كويسه في ال4 سنين، واتمنى ان شاء الله المواسم اللي جايه مع النادي الاهلي اقدر انفذ اللي انا اتعلمته يعني في ال4 سنين ان شاء الله. كان في مفاوضات، كان نادي سموحه كان عايزني، كان عرض عليا ان انا اكمل، وكان في مفاوضات من نوادي تانية، لكن انا طبعا فضلت بيتي. بس هو كان يعني هو انا فضلت بيتي لاسباب شخصيه، وطبعا النادي الاهلي لما بيطلب اي حد بيبقى شرف كبير للاعب انه يلعب في النادي الاهلي. طبعا كابتن حسام كلمني واتكلم معايا بشكل كبير، وهو يعني وعدني بالمشاركه كظهير ايسر وكمساك، فاعتقد ان هو هيبقى دايما في ظهري ان شاء الله يعني. كابتن حسام البدري مدير فني للفريق الاول قال ان الاهلي انهى استعداداته لمباراه نهائي كاس مصر سيكون بكل جديه، والهدف الاساسي للفريق تتويج بكل البطولات التي يشارك بها. وشدد كابتن حسام على ان الجميع مستعد للمباراه النهائيه ومقر لها الثلاثاء المقبل، مؤكدا على قوه الفريق المصري، ولكنه في الوقت ذاته يثق في قدرات لاعبيه ورغبتهم الكبيره في التتويج بالثنائيه مهما كان المنافس. خضع
صعد الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمباراه المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كاس مصر، ومنح الجهاز الفني بقياده كابتن حسام لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراه سموحه بنصف نهائي كاس مصر راحه من المران اليوم الخميس، وقرر الجهاز اقامه المران بشكل طبيعي لباقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراه سموحه والتي انتهت بفوز الفريق برباعيه كبيره دون مقابر والتاهل للمباراه النهائيه. مزيد من التفاصيل بينضم الينا الزميل حسام نور الدين الصحفي بجريده الصباح. مساء الخير استاذ حسام. مساء النور استاذ محمد على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين ومتابعي قناه النادي الاهلي. عايزين نعرف ايه اخر اخبار استعدادات النادي الاهلي في تمرينه اليوم. هو في الحقيقه النادي الاهلي بدا بشكل مبكر الاستعداد لمباراه نهائي كاس مصر. الفريق لسه نازل دلوقتي ارض الملعب، كان في محاضره قبل نزول اللاعبين. زي ما انت قلت طبعا المجموعه الاساسيه اللي شاركت الماتش امبارح بشكل اساسي خدت راحه، بقيه اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه واللي ما كانوش منضمين للمعسكر وخصوصا الصفقات الجديده والمجموعه اللي كانت على قاعه الرياض شاركت بشكل جزئي، بداوا النهارده التدريب لسه حتى دلوقتي الفقره البدنيه هتبدا. في طبعا النيران غالبا هيبقى نيران بدني مفيهوش شغل فني كتير، من بكره ان شاء الله هتكمل صفوف الفريق ويبدا الاستعداد للمباراه سواء من خلال تكثيف التدريبات البدنيه او الجمل الافقيه وطبعا محاضرات الفيديو والكلام ده كله. كلنا عارفين اهميه مباراه الكاس للنادي الاهلي للجمهور وللاعبين وللجهاز الفني والاداره. طيب حسام عايز اسالك، هل هيبدا النادي الاهلي معسكره استعدادا للقاء المصري مبكرا ولا كابتن حسام هيكمل في تدريباته ويذهب قبل اللقاء بيومين؟ بالظبط، هو قبل المباراه هيكون بيومين بس المعسكر، لانه طبعا الفتره الطويله جدا بتصيب اللاعبين بملل شويه، الامكانيات اللي موجوده في النادي ممكن ما تبقاش متوفره جدا في فندق الاقامه او في الملعب. فالجهاز الفني هيكتفي ب 48 ساعه قبل المباراه عشان تركيزه وعشان يبقى الجرعه البدنيه والفنيه مكثفه جدا. طيب عايز اسالك، حاله اللعيبه والجهاز الفني بعد الفوز الكبير باربع اهداف على سموحه منافس قوي في كاس مصر لدور نصف النهائي؟ والله اللي عرفته انه الكابتن حسام البدري قبل نزول اللاعبين للتدريب النهارده كان اتكلم معاهم عن ان دي مباراه نهائي ما فيهاش هزار ما فيهاش تهاون. حته الافراط في التفاؤل او الافراط في الاحتفال بعد الفوز الكبير اللي حققه امبارح على سموحه مش مطلوبه خالص، وقال ان اللعيبه بالتحديد انه المباراه اللي جايه دي بتحتاج بس ان احنا نركز ما نشغلش نفسنا باي حاجه خالص، هي مباراه كره قدم ليس اكثر، واحده من مباريات النهائي الكثيره جدا اللي النادي الاهلي لعبها في السنين اللي فاتت واللي كان عامل التركيز وان كل لاعب يؤدي المطلوب منه في الملعب هو عامل الحسم. طبعا اليومين اللي جايين دول هيشهدوا برضو تكثيف الاستعدادات من خلال زي ما قلنا المحاضرات الفيديو والتركيز، هيبقى فيه تقارير فنيه عن تحليل اداء المنافس وعن تحليل اداء اللعيبه بتوع النادي الاهلي عشان يبقى فيه تعليمات لكل لاعب يقدر ينفذها في اليومين اللي جايين دول علشان نقدر نوصل لافضل مستوى وافضل حاله من التركيز المعنوي قبل. الزميل حسام نور الدين الناقد الرياضي بجريده الصباح، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نكمل اخبارنا. تلقى الاتحاد المصري لكره القدم اليوم البطاقه الدوليه للاعب المغربي الجديد بالفريق الاول لكره القدم وهو وليد ازارو، منضم خلال فتره انتقالات الصيفيه الحاليه، وكان الاهلي قد طالب اتحاد الكره باستعجال نظيره المغربي حتى يتمكن من قيد اللاعب افريقيا والاستفاده بمجهوده في بطوله الانديه الافريقيه التي يمثل فيها الكره المصريه. واجه الاهلي في دور ربع نهائي ابطال افريقيا الترجي الرياضي التونسي. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم وضع ضوابط محكمة لدخول المباراة النهائية لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها في 8 من مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب بين فريقي الأهلي والمصري. تركزت ضوابط الدخول على تقنين عدد الحضور، وقرر الاتحاد المصري في أعقاب اجتماع رئاسة المهندس هاني أبو ريدة وحضره عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تحديد 30 فردا فقط لكل من طرفي المباراة يسمح لهم بحضور المباراة و25 صحفيا و10 مصورين فوتوغرافيا، حيث سيتولى اتحاد كرة القدم عملية تنظيم المباراة بكافة جوانبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية. We'll be right back.
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على انضمام حسام غالي قائد الفريق والكابتن إلى فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد العرض الذي تلقاه خلال الأيام الماضية. كان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن أن غالي أخبره بتلقيه عرضا من النصر السعودي فور مخاطبة النادي السعودي للاعب، وتم عقد جلسة اليوم تم من خلالها الموافقة على رحيل اللاعب. نذهب إلى أخبار اتحاد الكرة. أعلن اتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد 2017-2018 حيث ستكون البداية في 9 سبتمبر المقبل. وقال اللواء ساروت سويلا المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة قرر فتح باب القيد للموسم الجديد بداية من اليوم على أن تكون قائمة كل فريق تضم 3 محترفين فقط. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا سعوديا لاستضافة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وقال اللواء ثروت سويلا المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك عرض سعودي لاستضافة المباراة وسيتم دراسة كافة الأمور للبت فيه متمنيا أن تقام المباراة في المملكة العربية السعودية. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوفر المدير الفني أسماء 15 لاعب من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا لمباراتي أوغندا يوم 31 أغسطس الحالي في كامبالا و5 سبتمبر المقبل في برج العرب بالإسكندرية ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال 2018. وجاءت قائمة المحترفين كالتالي: عصام الحضري ومصطفى فتحي ثنائي التعاون السعودي، محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد السعودي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، سام مورسي لاعب ويجن الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي. وضمت القائمة أيضا عمر جابر لاعب بازل السويسري، وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براغا البرتغالي، وعمر وردة لاعب ديسبورتيفو فيرنزي البرتغالي، وكريم حافظ لاعب نادي لانس الفرنسي، ومحمود تريزيجي لاعب قاسم باشا التركي. تراجع المنتخب المصري لكرة القدم في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات لشهر أغسطس وحل في المركز 25 عالميا بدلا من 24. وعلى الرغم من التراجع إلا أن المنتخب المصري ما زال يحتفظ بصدارة المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف الصادر اليوم الخميس. وعلى الصعيد العالمي انتزعت البرازيل صدارة التصنيف على حساب ألمانيا التي تراجعت للمركز الثاني، وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث. أحال مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش إلى التحقيق من قبل المستشار القانوني بالنادي بعد التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وأكد خلالها تمسكه بالرحيل عن قلعة الدراويش ورفضه البقاء في الموسم المقبل بعد تلقيه عروضا مغرية. ومن المنتظر أن توقع إدارة الإسماعيلي عقوبة مالية مغلظة على صانع ألعابه بسبب تمرده على ناديه وطلبه الرحيل، على الرغم من إبلاغه برفض كل العروض المقدمة للحصول على خدماته لحاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل. وتلقى إبراهيم حسن عروضا من نادي الزمالك والفيصلي والشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسعى للرحيل عن قلعة الدراويش في هذه الانتقالات. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام.
بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى متابعة الألعاب الأخرى، قامت إدارة النادي الأهلي بتقييم السباحين والسباحات الذين شاركوا في بطولة العالم وحققوا نتائج متميزة، وهم أحمد حمدي كابتن الأهلي ومنتخب مصر، وعمر عيسى ومحمد سامي ميشو وريم ياسر ومها عبد السلام. حضر الحفل التكريم السيد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا لمجلس الإدارة، والسيد هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وأيمن أسعد المستشار مجلس إدارة النادي لألعاب الماء، ووائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام ومحمد فاضل مدير ألعاب الماء، وطارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية، وجميع المديرين الفنيين لفرق السباحة بالأهلي. يواجه منتخب الشباب لكرة اليد مواليد 1998 في هذه اللحظات نظيره السويدي في ثاني مواجهاته ببطولة كأس العالم التي تستضيفها جورجيا وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي. وكان منتخب شباب كرة اليد قد حصل على راحة من المباريات أمس الأربعاء قبل خوض ثاني لقاءاته بالمونديال أمام المنتخب السويدي، واعتمد اللجنة المنظمة تعادل منتخب شباب كرة اليد مع الدنمارك بعد تقديم احتجاج إلى الاتحاد الدولي في حكم الطاولة بعد احتساب هدف إضافي لمنتخب الدنمارك في أول لقاءات الفراعنة. لسه عندنا اخبار كتير عالميه، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، والى جوله في الملاعب العالميه، والبدايه من انجلترا. اكدت صحيفه ديلي ميل البريطانيه ان نادي ليفربول الانجليزي رفض عرضا ثالثا من برشلونه الاسباني لضم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، ويرفض المدرب الالماني يورجن كلوب لليفربول التفريط في اي لاعب من تشكيلته، كما انه يهدف الى تعزيز جوده الفريق من خلال اضافه اسماء جديده. ويبحث نادي برشلونه على بديل لنجمه البرازيلي نيمار الذي رحل الى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقه قياسيه بلغت قيمتها 222 مليون يورو كشرط جزائي. حصل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا على الرقم 10 في فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك حسب ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي هو آخر لاعب ارتدى ذلك الرقم، ليحصل عليه ديبالا بعد موسمين قضاها بالرقم 21، وارتدى رقم 10 في يوفنتوس العديد من النجوم الكبار مثل الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني والنجم الإيطالي روبرتو باتيو والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والأرجنتيني كارلوس تيفيز. بدأ نادي موناكو الفرنسي في التجهيز لرحيل لاعبه الشاب كيليان مبابي
والمرشح للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير إيطالية وفرنسية أن الكولومبي كارلوس باكا مهاجم فريق ميلان الإيطالي مرشح للانضمام إلى موناكو كبديل في حالة رحيل مبابي للعاصمة الإسبانية مدريد. ويسعى ريال مدريد إلى ضم مبابي وذلك بعد طلب النادي الفرنسي مبلغ 180 مليون يورو للاستغناء عن خدمات المهاجم الشاب صاحب 19 عام. هاجم النجم الإنجليزي السابق جاري نيفل لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا داني روز وذلك عقب تصريحاته الأخير في أحد البرامج التلفزيونية والتي أعلن خلالها رغبته في الرحيل عن النادي من أجل تحقيق البطولات. وقال نيفل أن تصريحات روز تؤكد أنه لاعب غير محترف ولا يجب أن يتحدث عن الرحيل عن فريقه قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الكروي الجديد. أدرجت السلطات المكسيكية اسم مدافع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب المكسيك السابق رافائيل ماركيز ضمن 22 متهما بتهريب المخدرات والإتجار بها. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ماركيز صاحب أصبح ضمن قائمة مطولة بأسماء أشخاص متهمين بالإتجار في المخدرات وتهريبها من وإلى المكسيك. ولعب رافائيل ماركيز في العديد من الأندية مثل موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني حيث فاز مع الأخير بلقب دولي أبطال أوروبا تشامبيونز ليج عامي 2006 و2009. قالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي يرغب في ضم لاعب وسط برشلونة الإسباني سيرخيو روبرتو. وقالت الصحيفة أن كونتي يحاول التعاقد مع روبرتو الذي يرى فيه حلا لأكثر من مشكلة حيث يستطيع اللاعب المشاركة كظهير أيمن وكمحور ارتكاز. وتألق روبرتو مع برشلونة في الموسم الماضي مما جعله هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي اللندن. يستعد النجم المصري عمر وردة لاعب المنتخب الوطني لخوض تجربة احترافية جديدة في البرتغال وذلك بعدما انتقل لفريق فرنسي قادما من نادي باوك اليوناني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وخدمت القرعة الدوري البرتغالي وردة حيث لن يخوض أي مباراة قوية في شهر أغسطس الحالي وستبدأ المواجهات الكبيرة بدءا من سبتمبر المقبل حيث ستكون أول مواجهة كبيرة لوردة أمام سبورتينج لشبونة في الجولة الخامسة ثم يلعب أمام نادي بنفيكا في الجولة العاشرة في أكتوبر المقبل قبل أن يواجه مواطنه أحمد حسن كوكا في مباراة مصرية خالصة بين فيرنزي وسبورتينج براغا أمام بورتو في شهر ديسمبر المقبل. صحيفة صن البريطانية ذكرت اليوم الخميس أن البرتغالي جوزي مورينيو والمدير الفني لنادي مانشستر يونايتد حتى لإدارة النادي للتقدم بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم الجناح الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني. وقالت الصحيفة أنها على الرغم من التخلي في العلن عن مساعي ضم اللاعب فإن المدرب البرتغالي ما زال يعتقد أن هناك فرصة للتقدم بعرض مالي ضخم لإقناع النادي الملكي ببيع لاعب الويلزي في الوقت نفسه. يسعى مورينيو لإغراء بيل على قبول العرض في ظل حصوله على راتب أسبوعي قيمته 500,000 يورو. الجدير بالذكر أن جوزي مورينيو قبل لقاء السوبر أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد كان صرح وقال أن جاريث بيل في حالة عدم لعبه هذا اللقاء هيكون قريب جدا أن احنا نتعاقد معه خاصة أن هيبقى فيه مشاكل ما بينه وما بين إدارة ريال مدريد. ورد عليه المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وقال أن جاريث بيل موجود معنا في تشكيلة الفريق وهو سعيد بوجوده معنا في ريال مدريد. وبالفعل لعب اللقاء وكان متألق وكان أقرب من أن يحرز هدف
في فريق مانشستر يونايتد ولكن كرة جت في القائم. وصرح بعدها المدير الفني زيدان ان جاريث بيل موجود في الفريق وان مفيش اي مشاكل ما بينه وما بين ريال مدريد. على الجانب الاخر لسه المدير الفني البرتغالي جوزي مورينيو بيحاول لضم جاريث بيل خاصه انه لم يستطع ضم اكثر من اللاعب البلجيكي لوكاكو قادما من نادي ايفرتون الانجليزي وهو بيلعب في مركز المهاجم وايضا اللاعب لاندلوف في مركز قلب الدفاع ومن المنتظر انه بيحاول يتعاقد مع الكثير من اللاعبين على ابرزهم كان اللاعب خامس رودريجيز لاعب نادي الريال اللي انتقل على سبيل الاعاره الى نادي بايرن ميونخ وايضا اللاعب اليكسيس سانشيز لاعب نادي ارسنال الانجليزي ولاعب جاريث بيل اللي حضراتكم شايفينه في الصوره. طبعا اخبار الاهلي في الصحف والمواقع. البدايه من جريده الاخبار امواج الاهلي تجتاح سموحه. وفي الوفد البدري يستكمل القائمه الافريقيه خلال ساعات. أما في المصري اليوم الأهلي يوافق مبدئيا على رحيل حسام غالي للنصر السعودي. وفي الوطن سبورت الفحص الطبي يحسم لحق سعد سمير بلقاء المصري. وفي الشروق أيمن أشرف يجتاز الكشف الطبي ويظهر في الأهلي. أما في جريدة الدستور رسميا الأهلي يقيد وليد أزارو بعد وصول البطاقة الدولية. ومن البوابة نيوز البدري مفيش مشاكل مع متعب. وفي فيتو بدلاء الأهلي يخدون مرنهم في التتش والأساسيون في راحة. يلا كوره صالح جمعه نعلم اهميه مواجهه المصري بالنسبه لجماهير الاهلي. اما موقع في الجول معوض الفوز على سموحه يدل على شخصيه الاهلي. والاهلي دوت كوم البدري يوافق على انضمام ثنائي لمنتخب المحليين ويتمسك ببركات. واخيرا من موقع يور سبورت عربيه سليمان وجمعه الافضل في فوز الاهلي العريض على سموحه. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.